كابتن ابراهيم، هل انت واثق انه المباراه النهائيه تحديدا هيديرها طاقم تحكيم مصري؟ وبقول لك كده عشان نادي الزمالك بعد المباراتين النهارده طالب بتحكيم اجنبي او تحكيم اماراتي للمباراه النهائيه، هل هتصر على انه يكون طاقم تحكيم مصري ولا ممكن يبقى فيه تغيير؟ لا كابتن كريم، احنا بس عشان خاطر ما ندخلش في، احنا مش في 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 منافسه ولا في صراع مع الانديه. احنا يهمنا بشكل كبير نجاح البطوله، الحكام ادوا اداء جيد، واحنا ما فيش تواصل بيكون ما بيننا وما بين الانديه، في تسلسل في منظومه كره القدم في اتحاد كوره. الانديه مشكورا هتتعامل بصفاتها وسلطتها مع الجهه المنوط بها لاداره الكره في مصر، مجلس اداره الاتحاد. يعني انا اتمنى طبعا ان الرجاله اللي موجودين يكملوا، ان شاء الله هيكملوا ويشرفوا مصر ان شاء الله، وزي ما الانديه الاربعه دعموا التحكيم المصري ان شاء الله هيكملوا هذا الدعم، لان التحكيم المصري جزء لا يتجزا من منظومه كره القدم. منظومه كره القدم سلسله مترابطه، لو في مباراه ما حكمتهاش النهارده في 30 مباراه في الدوري المصري هنحكمهم. فان شاء الله باذن الله الثقه ديت هتدينا دافع معنوي لحكامنا ان هي رجعت لمكانتها. وانا اثق ثقه عمياء في الادارات الانديه الكبيره من نبع وطنيتهم وخوفهم وحفاظهم على اسم وسمعه التحكيم المصري. انا واثق ان هو ان شاء الله الثقه هتستمر وان شاء الله هيكون حكام مصري. هل حددتم طاقم تحكيم المباراه النهائيه وطاقم تحكيم المباراه الثالث والرابع؟ لا لا، لسه عندنا يومين وفي تدريبات اخرى، وزي ما قلت لحضرتك الاجهزه ان شاء الله هيبقى موجود ان شاء الله، والفرصه متاحه للجميع حتى للي لعبوا النهارده. شغلك مع الكابتن محمد فاروق في لجنه الحكام واضح للجميع، وشفنا كثير من التطورات في الفتره الاخيره. هل انت متقبل فكره انه يبقى فيه خبير تحكيم اجنبي مره اخرى كرئيس لجنه الحكام، ولا هتكمله بنفس الصوره؟ برضه يا كابتن كريم، يعني الفتره دي انت حضرتك طبعا صديق عزيز وغالي، وعايزين نركز بس كل تركيزنا في الفتره دي على البطوله، نخلص من البطوله، وزي ما انا قلت الاداء التحكيمي هو اللي في فتره من الفترات اخفاقاته هي اللي تسببت في دخول حكام اجانب وخبراء اجانب يديروا التحكيم. والاداء لما هيرتفع ان شاء الله الحكام الاجانب مش هتبقى موجوده، وبالتبعيه مش هيبقى في خبراء اجانب يديروا التحكيم، لان بلدنا اولى بينا. وفي كلتا الاحوال القرار هيبقى برضه قرار مجلس اداره الاتحاد والسيد وزير الشباب والرياضه. ونتمنى ان شاء الله مصر فيها قامات كبيره زي ما حضرتك عارف، قادرين على اداره اكبر من لجنه الحكام.